أن اللزوم والتمسك بالسنة عصمة من الوقوع في الاختلاف المذموم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من تونس يقول: ما الشروط والضوابط التي تسمح لطالب العلم أن يقوم بإلقاء الدروس والدورات العلمية في بلده، حيث إن البلد الذي نحن فيه لا يوجد فيه علماء؟ بلغ ما تعرف، ما تعرف من العلم انشره وبلغه للناس، وأما الأمور التي لا تعرفها ولم تتوصل إليها فلا، أمسك عنها.